معي من القامشلي لي دكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ناصر. إذا تبقى هناك تحديات، مرحلة مهمة جدا دائما يحكى عنها ما بعد تحرير واستعادة مناطق من احتلال داعش، من ضمنها ما ذكر بنهاية هذا المقطع فيما يتعلق بالألغام. كيف بداية يتم العمل على هذا الموضوع؟ تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. مسألة الألغام مسألة معقدة ومعقدة جدا. داعش تستخدم كافة الممارسات اللا إنسانية لإخطاء الألغام ولإنشاء ألغام مفخخة، ولطبعا ربما هذه الألغام هي مصنعة يدويا، وإن كانت تستخدم فيها أحيانا تقنيات عالية، إنها تبقى إلى فترة طويلة تهدد حياة المدنيين. لذلك فهي فعلا بحاجة إلى فرق هندسية محترفة وإلى أدوات وإلى آلات وإلى تقنيات عالية. هناك فرق هندسية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وهناك فرق هندسية تابعة لقوات التحالف الدولي، وأعتقد أن المناطق المحررة من داعش كلها هي بحاجة إلى جهود هذه المجموعات الهندسية. كم تحتاج للوقت؟ كم تحتاج من الوقت؟ حقيقة لا يمكن تقدير ذلك. في ريف التمر كنا نقدر أن 3 أشهر قد تكفي، لكن 3 أشهر لم تتمكن المجموعات من تطهير ربع المساحة المقدرة، لأن داعش تزرع بشكل كثيف هذا من جهة، وبمختلف الأساليب. أي شيء قد يكون مفخخا انا رايت بام عيني، حتى لعب الاطفال، حتى علب الماء، حتى الاسره كانت كلها مفخخه. لذلك هذا يعود لمستوى التفخيخ. نعم. وبعد هذه الخطوه وتطهير المناطق كافه من مخلفات داعش، بعدها يتم التسليم لمجلس مدني، و آلية تطبيق هذا الموضوع ما مدى مرونته؟ لا، ليس بهذا الشكل الديناميكي او الميكانيكي. يتم عوده الناس ستتم مع تنظيف هذه المناطق، لكن الان سيبدا بتشكيل المجلس المدني رويدا رويدا، وستبدا بتشكيل القوى الامنيه، لانها ايضا ستكون جزءا من اعاده الحياه الى المنطقه برمتها. لا يتوقف الامر فقط على تنظيف المدينه كاملا وثم اعاده كل شيء، لا، سيكون كل شيء بالتداخل والتدريجي شيئا فشيئا، ريثما يتم إعادة الحياة وإعادة الاستقرار للمدينة. على أي أساس يتم اختيار المجلس المدني؟ على أساس أن يكونوا ممثلين فعلا للمكونات الأساسية الموجودة، سواء المكونات على أساس الإثنية والعرقية أو ما شابه، وبالإضافة إلى المكونات السياسية، بالإضافة إلى أن يجب أن تكون هناك نسبة معينة من المرأة، هذا لا مجال فيه، لا مجال للنقاش فيه، تكون نسبة كافية لتمثيل المرأة والشباب في هذا المجلس. لا، ومن لم تلطخ أيديهم بدماء هؤلاء الأبجديين الأبرياء، لا يكونوا أنصارا أو مناصرين لداعش أو ما شابه. أنا أشكرك جزيلا من القامشلي دكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. شكرا.